يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا أذهب إلى المسجد ومعي ابني الذي عمره 3 سنوات، وسمعت من بعض الناس أن هذا الفعل لا يجوز، فما رأيكم في هذا؟ إذا كان تخاف على الولد، تخاف عليه، ما يخالف، تذهب به إلى المسجد، خليه معك وانت تصلي أو تحمله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب وهو يصلي. إذا كنت تخاف على الطفل فلا بأس أن تصحبه معك، لكن تحفظه ما يؤذي المصلين ولا يلوث المسجد. أما إذا كان ما تخاف عليه وعنده من يمسكه فلا تذهب به للمسجد. نعم.